مرت ظروف قاهرة وقاسية منعت الاتصال ببعض بعضنا ببعض، وكذلك العشائر الأخرى مو بس قبيلة لاقيداد. قامت عشيرة لاقيداد في محافظة الأنبار لقاء موسعا لعموم شيوخ عشائر في العراق من أجل توحيد صفوفهم للمرحلة القادمة. كان الحديث حقيقة على اللحمة الوطنية والتكاتف العشائري ونبذ الطائفية، ولا نسمح لأي تهديدات خارجية في هذه المحافظة الكريمة. والحمد لله والشكر وجدنا محافظة الأنبار يعني مزدهرة بالخير والبركة والأعمار والبنى التحتية الممتازة وطيبة أهلها وناسها، وكان استقبال لنا لكوننا من المحافظات الجنوبية استقبال يعني فوق الخيال، والحمد لله والشكر. طبعا أنا مدعو من المواصل وبحضور الشيخ اللي زارنا وشرفنا الشيخ شمد العقدات أدهم العبودة جدعان الهفل. احنا طبعا اجتمعنا اليوم على لم الشمل والمحبة والأخاء بين جميع أطياف الشعب العراقي وزيادة اللحمة الوطنية، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن اللي يخدم بلدنا ووطننا باللحمة والدفاع عن أراضيه. زيارة كانت في ذلك الوقت فافتتحها الشيخ أدهم جزاء الله خير. إن شاء الله بادر بخير. بدأ إن شاء الله هاي أول الزيارات وما تكون آخر الزيارة. فيما أكد شيوخ عشائر قبيلة العقادات والعشائر من جميع المحافظات الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني في دعم القوات الأمنية ونبذ الفرقة والخلافات. لم شمل العقادات بعد القطيعة التي حدثت من جراء العمليات العسكرية والتي أدت إلى انقطاع طيلة فترة هاي السنين الماضية من خلال فعادة العلاقات التواصل فيما بيننا، ولو كنا متواصلين يعني بالفيسبوك أو بالاتصالات بالكمبيوتر الآن انعادت شخصيا. اليوم كان زيارة ميمونة لأمير قبيلة الأقيدات في جمهورية سوريا العربية، وحيث تشرفنا بزيارته في مضيف الشيخ عبد الحكيم رجب شيخ عام لعشيرة الأقيدات في محافظة الأنبار، وأيضا معه كان وفد من الشيوخ العقيدات في الموصل وفي الكوت الصويرة وأيضا في مختلف محافظة الأنبار إضافة إلى بغداد. لقاءات ودعوات كريمة غايتها مد جسور التواصل واللحمة الوطنية بين أبناء القبائل والعشائر العراقية، وصولا إلى تمتين السلم الأهلي بين كل أبناء العراق. من الأنبار، محمد القيسي، زاكروس تيفي.